مشروعنا عبارة عن implementation of cyber security platform للتقليل من التهديدات الأمنية. السيم عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تجمع كل أدوات الحماية في مكان واحد لتعزيز السيكوريتي ومراقبة الإيفنت من مكان واحد. من بين المهام اللي يسويها الأوسيم Asset Discovery, Vulnerability Management and Intrusion Detection. ننتقل معكم لمرحلة الـ Implementation and Testing. أول شيء راح أفتح الـ Virtual Server أوسيم من الـ Virtual Box, ثم راح أسجل دخولي كأدمن عبر الـ أوسيم Web Interface. هنا راح أسوي كونكشن لجهازي كأيجنت مع السيرفر. أول شيء طلعت الـ IP address جهازي, ثم سويت extract الكي الخاص فيه. بعدها وعن طريق الـ OSEC Manager سويت authentication بواسطة الكي, وهنا مثل ما تلاحظون بعدها طلع لي أن الـ agent is connected active. ثم راح تسوي مجموعة من الاتاكس. أول اتاك سويت SSH اتاك واللي تعرف عليه الأوسيم at real time وتصدى له بتكفيل الكونكشن. مثل ما تشوفون SSH connection is closed. هنا نفس الشيء سويت sign flood attack command وعطيتها target IP address حق السيرفر, ثم بنفس الشيء تصدى لها الأوسيم at real time وقفل. وأخيرا سويت البينج أتاك والكونيكشن نفس الشيء is closed من طرف الأوسيم. بعدها رحت وحملت ريبورت كل الإيفنت اللي صارت على السيرفر على شكل PDF حتى أشوف statistics حقت الإيفنت.